كابتن محمود سعد خبيرنا التحكيمي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الله، مسا عليك ومسا على كل متابعينك متابعين كرة بلدنا كمان. ازاي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله كله تمام والله بخير الحمد لله. دون أن أقول أي آراء قبلك، تحياتي للأخ أبو جاسم المصري، مليار تحية وشكرا على دعمك للقناة، وتحيات كل الناس ليك يا كابتن محمود سعد. ونبدأ مباشرة، وعايز أبدأ معلش زي بعضه، أبدأ من الهدف وبعد كده أسيبك تعمل اللي أنت عايزه، بس لو تكرمت نبدأ من الهدف. لا، هنبدأ من قائم التحكيم. هو ده مسمار الموضوع، أو هو ده حجر الزاوية في قصة إلغاء هدف أو احتساب هدف. تمام. النهارده كان طاقم المباراة مكون من الدولي محمد عادل. تمام. وهنا حط 50 علامة استفهام على تعيين محمد عادل للأهلي بعد المباراة اللي فاتت برضه. بعد الهجوم عليه أو بعد إيقافه تعاقب مباراة الزمالك، مباراة الأهلي لازم هتبقى ضغوط على الدولي محمد عادل. تمام. محمد عادل من الحكام الجميلة وبيقدم موسم ولا أروع. أنا مش هقول لك عليه أي كلام، لكن مباريات النادي الأهلي هيتحط تحت ضغط غير عادي. وهو ده وما حدث اليوم، ده ابلغ رد للكلام اللي انا هقوله. تمام. كمان تعالى نشوف المساعدين هايلين طبعا. محمود ابو الرجال المساعد الديالي طبعا، هو رايح بيمثل مصر في مونديال قطر 2022. وهاني خيري، عاطف حسين كان حكم رابع. تعالى بقى هنا نشوف لتقنيه الفيديو، مصطفى مدحت وبيساعده الدولي هاني العراقي، دولي الكره الشاطئيه هاني العراقي. هاني العراقي كدولي كره شاطئيه هو يعني ده مساعد فار او ايه فار، لكن احنا هنا كل اللغط موجود على مصطفى مدحت. هل المباراه بتاعت ترفع الاهلي مش في حاجه ان انا احط مع الحكم الدولي محمد عادل حكم محمود عاشور في الفار؟ هيبقى في مشكله. مباراه الاهلي والزمالك وبيراميدز المنافسين على بطوله الدوري 7 مباريات، لو سمحتوا يا لجنه الحكام حط حكم دولي وحكم دولي، مفيش اي مشكله، حط حكم دولي والناس من اللي بتلعب في الدوري الممتاز بتصفر. تمام. مفيش مشكله، لان هم معاهم رخصه الفار ومعاهم رخصه الملعب. تمام. ما عنديش بقى مشكله ان انا اجيب حكم صغير ما عندوش نفس الفهم والتطبيق بتاع الحكم الكبير. الحكم الكبير يحتسب، الحكم الصغير مش هيقدر يعدل له الخطا، بتبقى الموضوع ماشي كده. وبالنهايه ما عندناش عداله تحكيميه. تعالى نروح بقى للحالات، طالما ان انت عايز تبدا ناخدهم بالترتيب، ولا عايز تبدا بال لا انا عايز ابدا بالهدف. انا عايز ابدا، بص عايز النهارده اسالك وتجاوب، وبعد كده لو في حاجات من الاسئله اللي جات لنا من الناس واللي انا بسالها لك عندك حاجات غيرها قولها. بس ابدا باول سؤال، هدف الاهلي حضرتك ومدى صحته؟ اتفضل يا كابتن. طيب، هدف الاهلي من وجهه نظري، انا مش عايز اقول من وجهه نظر الحكام او المحللين، من وجهه نظري الهدف الاهلي سليم. هدف صح. هدف الاهلي سليم. انا هشرح وجهه نظري. اتفضل. هشرح وجهه نظري بما فيها وجهه نظر المحللين اللي هيحللوا اللعبه. بقى انت مشكله ان انت بتخطفنا، احنا بنتكلم اول حد. قد يكون احد المحللين هيقول هنا ان هو رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم اللي كان على الخط. ياسر ابراهيم مش كده؟ ياسر ابراهيم. لا، رامي ربيعه انا اسف. رامي ربيعه هو اللي اندفع، ياسر ابراهيم هو اللي لعب. بالظبط، الله ينور عليك. رامي ربيعه لحظه لعب الكره هو هنا في موقف تسلل. في موقف خلاص، لان هو اقرب الى مرمى الخصوم من 2 لاعبين او من الكره. وانا عشان خاطر عيونك، احد المتابعين من السعوديه بعتها لك بخطوط التسلل اللي ما جاتش على الشاشه اهي قدامك. اهي اتفضل. انا مش محتاج خطوط التسلل، ده انا هشرح لك اللعبه. معلش معلش، اتفضل. طبعا ده حاجه كويسه ومحترمه. اتفضل. بس انا هشرح لك اللعبه بالتفصيل. اتفضل. عندنا هنا لما بنيجي نتكلم في اللعبه، الراجل هنا قلنا في موقف تسلل، امتى يعاقب على كونه في موقف تسلل؟ عندما يتداخل مع خصم او يتداخل في اللعب، او هنا يؤثر بتاثير مباشر على الخصم، على المنافس يعني، اللي هو بيسموه التدخل في اللعب. تمام. التدخل في اللعب هنا، او هنا هو ما كانش في اللعب، لان مفيش كوره بقى. هو احنا بنتكلم على انه تداخل مع مدافع المقاولين اللي كان قبليه، ودي اللقطه اللي انا بعتها لك بعد اللقطه اللي هو
اللي هي الكوره بقى ملمسه بايد محمود ابو سعود راحت في الهدف. تمام. اللقطه الاولانيه، اللقطه الاولانيه هو خد خطوه لان الكوره هنا فاجئته بارتدادها من باطن العارضه لمنتصف خط الستة ياردة، فهو حاول يروح للكوره. لما لقى المدافع رايح للكوره كده عندهم هما الاثنين، هو وقف. تمام. فهنا ما اثرش على المدافع وما تدخلش مع خط الواد اللي بيقول محمود سعد بتاعك بتاع سلطه يا ابن الجزمه، اتعلم الادب. شوف انا ما بشتمش وقاب ان انا اشتم، بس الكابتن محمود سعد جزمته باللي جابوك، بس مش هقول لك غير كده. حبيبي يا استاذ ناصر، كل واحد انت عارف اللايف ده بيبقى لام الناس على مأجورين على حد بيتكلم وخلاص، مش الموضوع، مش احنا بنحلل الكوره بس، ما فيهاش مشكله يعني. معلش معلش، هو خد اللي فيه النصيب عشان هو اصلا مش متربي وابن 60 في 70، فكان لازم ياخد اللي فيه النصيب. اتفضل. احنا عندنا هنا اللعبه هنقول من بدايتها الكره جت خبطت في باطن العارضه، كان رامي ربيعه في موقف تسلل، لما الكره ارتدت ورامي ربيعه خد خطوه هنا، اللي ابو سعود هنا ادى على الخطوه دي ان هو تداخل مع الخصم، تداخل مع الخصم. هو محمود ابو سعود المساعد الدولي بتاعنا رفع الرايه على ان هو تداخل مع الخصم. تمام. هنا لما هو اما رفع الرايه خلاص، هو هنا خلاص اعلن التتلل. محمود ابو الرجال اعلن هنا التتلل. تمام. لكن احنا هنيجي بقى للعبه. هو رامي ربيعه فعليا ما تدخلش مع الخصم، لان هو لما جه خد الخطوه دي وقف بعديها، ما عملش خطوه اضافيه علشان ياثر على اللعيب، واللعيب سابه وراح يلعب هو ومحمود ابو السعود على ياسر ابراهيم لحظه اللعب. هي دي بقى اللقطه الثانيه اللي مفسره اللقطه الاولانيه، هو راح حاول لكن هو هل منعه؟ هل على ان هو يتحرك نحو الكره؟ ما عملش الكلام ده. تمام. لكن انت لو جيت عند اللقطه دي ووقفت بس الخطوه بتاعه رجل رامي ربيعه ولاعب النادي المقاولين، هنقول هنا اقف استنى، ايوه هو هنا المتداخل مع الخصم اهو، يبقى هنا التسلل موجود. لكن هي الخطوه دي خدها ورجع تاني في الفيديو، خد الخطوه دي مع الخصم ورجع في الفيديو وقف، ما اتحركش، ما كملش. الكره اما نزلت في الارض وطلعت فوق في الهواء تاني، بقى مدافع المقاولين اللي راح معاه رامي ربيعه، مدافع المقاولين وحارس مرمى المقاولين والمدافع الثالث اللي هو فاروق تقريبا، هم الثلاثه مشتركين، وياسر ابراهيم بيحط في المرمى. يبقى هنا بقى لو كان هو اثر فيه كان المدافع ده ما راحش للكوره. تمام. كان اثر القسم تداخل مع القسم ومنعه بالتاثير الواضح، يبقى كان المدافع ده ما راحش اشترك في اللعبه. لكن انت لو جايب اللقطه بتاعت اللعبه، اللقطه الاخرانيه بتاعت ضربه الراس بتاعت ياسر ابراهيم اللي انا بعتها لحضرتك، فيها الثلاثه مشتركين، انا بعتها لك، فيها الثلاثه مشتركين، الثلاثه المشتركين دولت كده ما بقتش فيه اي تاثير من رامي ربيعه اللي هو في ظهرهم، بقى رامي ربيعه في ظهرهم هم الثلاثه، فكده اصبح ما عندوش تاثير واضح على المنافس، ولا تداخل مع الخصم ولا اثر على الخصم، وبالتالي انا دي وجهه نظري ان ده هدف صحيح ملغي للنادي الاهلي. اهو ادي هي اللقطات اللي بعتها لي الكابتن محمود قدامكم، غير اللقطه اللي احنا عملناها بالخطوط والعلامات اهي قدامكم اهي يا جماعه. اذا بعد هذا الشرح الوافي، الكابتن محمود سعد يعلن واوافقه الراي، انا عبد الناصر زيدان، هدف الاهلي صحيح 100%، هدف الاهلي صحيح 100%، هدف الاهلي صحيح 100%. حد هيقول لي طب الاهلي استفاد ايه؟ انا بعمل شغلي، انا يا صديقي المحترم انا بعمل شغلي. الاهلي استفاد ايه ما استفادش ايه؟ انا بقول لك الاهلي زي الزفت اديله حقه، الاهلي زي الطين اديله حقه، الزمالك زي الزفت اديله حقه، الزمالك طين اديله حقه، الاسماعيلي طين اديله حقه. العداله فين يا محكمه؟ العدل فين يا محكمه؟ في الارض ولا في السماء؟ مفيش لا عداله لا عند عصام عبد الفتاح ولا عند لجنه التحكيم، و100 علامه استفهام على اختيار محمد عادل. هدف الاهلي صحيح 100%، هدف الاهلي صحيح 100%. كابتن محمود، السؤال الثاني، هل كان في طرد في الشوط الاول للمقاولين العرب؟ طبعا في حاله طرد للتدخل، اللعب بقوه زائده
ومش وليس اللعب بتعور. اللي هي اللقطه اللي انا بعرضها لي قدامك. لا اللقطه اللي هي فيها طرد اللعيب. اللي هي امير عابد النهارده لعب. امير عابد النهارده لعب ماتش لو حد شافه يضمه ريال مدريد او برشلونه. انا يعني بستغرب يعني. امير عابد ده النهارده تحس انه كان واخد شريط ترامادول دفعه واحده. طبعا هي اللعبه واضحه انت عارضها اهيت وانا بقلك كمان صح. ما عامل لك زوم على الرجل في القصبه بالظبط. يعني دي صوره غير اللي انا بعتها. اي ما انا الثانيه عارضها بس دي عجبتني فالاعداد بعتها لي. ما انا بقول لحضرتك دي جميله واضحه والثانيه القصبه الرجل في القصبه. هنا بقى هنقول عشان هو يوصل بقى حكم الفار هنا لموضوع الفهم والتطبيق ويقول ان الرجل ما اتصدمتش بالقصبه بشكل مباشر ومسحت على القصبه ده عايز حكم عالي جدا وعايز اللقطه تبقى بشكل انت بقت لقطه فضيحه يعني دي قريبه جدا بالظبط. هي انا مزومها لك على الرجل على لحظه اتلمس الطرزات في قصبه الرجل. هي ديت احنا الاول عشان ندي الطرد يا استاذ ناصر عندنا هنا المسافه والقوه استعمال الطرد القدم في طرد الحذاء او اسفل الحذاء عشان يبقى فيه طرد يبقى لازم يبقى فيه اعتبارين موجودين معاه المسافه والقوه ودولك متوفرين هما الاثنين في اللعبه فيها المسافه وفيها القوه. ده يا جماعه قدامكم هيا حاله طرد الامير عابد صحيحه 100%. طيب حتى الاستاذه المحترمة امينه حسين بتقول لك هل في طرد تاني في الشوط الثاني يا كابتن؟ لا مفيش حاله طرد في الشوط الثاني بقى خلاص. طيب. الانذارات مستحقه. الانذارات اللي بعد كده دي انذارات مستحقه بس. طيب لكن هي حاله الطرد دي طرد امير عابد وحاله الهدف طبعا قلنا الهدف صحيح وانا شرحت ان هو هيتكلم على اللقطه اللي هي فيها الخطوه اللي خدها رامي هيقول ان في تداخل مع القسم. لا هي ما فيهاش تداخل مع القسم لانه ما اثرش على اللعب. طيب علشان نبقى ناس عدول بنطالب بالعدل فلازم نبقى عدول. ضربه جزاء الاهلي التي احتسبها محمد رايك فيها ايه قبل ما اقول رايي؟ صح بس هي فاول او ركله حره مباشره على حسام حسن وليس ركله جزاء. حسام حسن هو اللي ماسك مش اللاعب بتاع المقاولين هو اللي ماسك. حسام حسن المسك واضح من التيشيرت بتاع لعيب المقاولين. اول لقطه هو ماسك وفضل ماسك ومصر على المسك لغايه لما مسك ايد الراجل ووقع. واللعبه قدام محمد عادل وللاسف ادى فيها انذار للاعب المقاولين. اللعبه ما فيهاش اي ركله جزاء. اللعبه فاول على حسام حسن. ركلة حرة مباشرة على حسام حسن وعلى فكرة أؤيدك القول 100%. ضربة جزاء ظالمة وفاول أصلا على حسام حسن وحسبها حكم الاحتواء وحكم الفار إداها واحد طناش. ما هو احنا قلنا بقى أنا قلت لك في الأول خالص إن الكابتن مصطفى مدحت عمر ما هنا محمد عادل هيحتسب لأن محمد عادل صفر عليها ركلة جزاء. هنا عمر محمد عادل ما يحتسب ركلة الجزاء وهو هيجي يقول له لا يا كابتن ما فيهاش ركلة الجزاء. صعب جدا يعني. أنا لو كان حكم كبير موجود في الفار والله كانت الدنيا بقت مختلفة تماما. طبعا. هل كان لابد على الفار أن يعيده في اللعبة دي يا كابتن؟ يعيد إيه؟ هل كان من الممكن الفار يعيده في اللعبة دي يراجعه؟ طبعا لازم يراجعوا. ما هو الفار بيتدخل في هدف او مش هدف ركله جزاء انذارات تحديد الهويه الطرد المباشر. طيب هنا الفار فيه لعبتين ما تدخلش اساسا. طرد مباشر لامير عادل هو ادى انذار فيها الدولي محمد عادل كان هنا مفترض مصطفى مدحت يجيبه يقول له لا ده هي حاله طرد مباشر. هدف ركلة جزاء غير سليمة كان هو جاي قال له تعالى هنا شوف الشد الواضح من حسام حسن لاعب النادي الاهلي وركلة الجزاء ليس لها وجود. ده ركلة حرة مباشرة على حسام حسن. طيب يبقى كان هنا رجع بركلة حرة مباشرة على حسام حسن ولغى الكارت الاصفر الظاهر ان لاعب المقاولين. طيب هنا بقى لعبة التسلل كان جابه وراه ان مفيش تأثير واضح من اللاعب على رغم ان التسلل مراجعة مكانية. انا بقول اهوت قبل ما حد يتفلسف ويقول لي
معنى ايه يعني ان الحكم ما بيروحش يتفرج على المينيتور؟ علشان الناس بس ما تفكرش ان احنا يعني الواحد مش يعني مش فاهم وبيتكلم في حاجه، لا، لكن انا هنا ممكن اروح اجيب الحكم لو انا شاكك في اللعبه ومش قادر اتبين هو في تداخل ولا ما فيش تداخل، اجي اقول له تعالى شوف بنفسك. ما فيش مشكله خالص دي، هي رغم ان انا بقوله هو التاني علشان الناس ما تجيش تفلسف عليا. الفار في التسلل مراجعه مكانيه، يعني معنى ان هو يقول الفار يقول له جول او يقول له طب طب وصلت يا كابتن. ضربه الجزاء اتحسبت وهي خاطئه، تنفيذ ركله الجزاء ومن وجهة نظرك ايه والصورة قدامك على الشاشة؟ تنفيذ ركلة الجزاء خاطئ طبعا، بس هو على كان يستوجب إعادة كان يستوجب إعادة ركلة الجزاء. طبعا مش في لعيب دخل، لعيب دخل من المقاولين ولعيب دخل من النادي الأهلي. أهي قدامكم يا خلاص، جماعة. يبقى هنا الإعادة وجوبية ليه؟ مش احراز منها هدف. من اللي أي بص، حتى لو احرز منها هدف، لاعب من الأهلي ولاعب من المقاولين يبقى الإعادة وجوبية. لاعب من هنا ولاعب من هنا يبقى الاعاده وجوبيه. تحرك حارس المرمى ولو الكره اتصدت الاعاده وجوبيه. غير كده غير الحالات ديت خلاص الموضوع مش، لو لاعب مدافع دخل وكرة خرج منه الهدف صحيح. زميل المهاجم لو دخل واحرز منها هدف بس حر مباشر. مش عارف. اذا يا جماعه ركله الجزاء خاطئه والانذار اللي ترتب عليها خاطئ، ومع ذلك عندما نفذت بشكل خاطئ وكان لابد من إعادتها. يعني ركلة الجزاء فيها تراب الأخطاء، أخطاء متراكمة، ركلة غير سليمة، إنذار غير مستحق، تنفيذ خاطئ، كل باطل مبني على باطل، تمام، كل باطل مبني على باطل. تفضل يا كابتن، لو عندك أي حالات تاني في الماتش تفضل. حاجة، أنت سألتني سؤال بس على ماتش الليفر فأنا بعتلك. لا لا لسه لما نروح له. عندك حاجة تاني في المقاولين والأهلي؟ لا كده، لا هو كفاية الحالتين دول صعبين قوي، يعني صعب إن حد يتكلم على. طيب نروح للنتيجة، تدي كام محمد عادل النهاردة؟ لا، الأخطاء المؤثرة على نتيجة المباراة ديت مش أكتر من 6 من 10. الأخطاء طالما إن الخطأ أثر على نتيجة المباراة طيب أنا قرارات الحكم لازم تنزل. طيب انا قبل ما اقول لك اديله كام، في سؤال جالك بيقول لك الكوره بتاعت اليو ديانج فيها طرد وفي ضربه جزاء في اخر دقيقه في الوقت الضايع، حتى الدقيقه لا لا 95. لا، الكوره اللي كانت فيها الاحتكاك جوه منطقه الجزاء ديت ما فيهاش حاجه، لان هي خلاص لعيبه الاهلي كان هنا بيستغلوا ان الضغط العصبي على الحكم وعلى اللاعبين، وابتدوا هنا هتخبط هنا تخبط هنا، المسافه قريبه وما يمكنش هنا لا احتساب ركلة جزاء ولا احتساب لمسات جزاء. طيب كده يا جماعة جبنا لكم على كل الأسئلة. أنا أدي محمد عادل النهاردة أديله 4 من 10، وأدي الف... 4 من 10 دي تسلم الهيئة الدولية. أنا يا عم أنا مالي، أنا هو أنا بتاع، أنا راجل بتاع على الله. 4 من 10 والفار 0 من 10. هو لا، الفار هنا علامة استفهام كبيرة يا صاحبي. يا بيه انا بقول لك اهو انا بقول لك من بص، من خلال المنبر الاعلامي المحترم عندك، انا بناشد الكابتن عصام والكابتن احمد ابو العيلة وكل اخواتنا في لجنة حكام، الكابتن فاروق والكابتن ايمن دجيج، تعيين حكام الفار في مباراة الاهلي والزمالك القادمة وبيراميدز كمان لازم يبقى من الحكام اللي في الملعب. يا جماعة اللي بيقول الكابتن رضا البلتاجي قال تسلل والكابتن جهاد قريشه قال تسلل فوق دماغنا، واحنا بنقول هدف، احنا بنقول هدف، كل له رؤيته. على فكره انا شرحت لك اللعبه، هم هيقولوا يا فندم ماشي، انا بس برد مع الراجل، انا برد على الراجل المحترم يا فندم، مالناش دعوه كل واحد يقول، ما احنا بنقول هدف، احنا بنقول هدف. انا في رايي ان هو ما اثرش على اللاعب، وانا من رايي انه ما اثرش على اللاعب، ما تدخلش بالتأثير. طبعا هو فيها تداخل مع اللاعب مع في اللعب، لكن هو انا شايف ان هو ما اثرش على لاعب المقاولين، ولاعب المقاولين راح الكره عليه.